الرئيس مشاهدينا بإعلان أمين عام حزب الله يوم أمس انطلاق أول سفينة من إيران نحو لبنان محملة بالمشتقات النفطية. يدخل لبنان مرحلة جديدة على صعيد خوض صراعات الإقليمية لتضاف إلى مشاكله الداخلية المتراكمة، لا سيما مع تحذير نصر الله الأمريكيين والإسرائيليين من التعرض لناقلة النفط عبر وصفها بالأرض اللبنانية. في هذا الوقت يبقى لبنان على أمل ولادة حكومة جديدة تدير أزمات البلاد، وهي بحسب محللين أبعد ما يكون عن الولادة في ظل المستجدات الراهنة. فماذا تخبئ الأيام المقبلة؟ وهل يتحول لبنان إلى ميدان معركة إقليمية أو بالوكالة؟ كل ذلك سنناقشه مع ضيفنا الكاتب الصحفي أمين قموري. سيد أمين، صباح النور. صباح النور. يعني بالبداية والسؤال اللي بيطرح نفسه، هل هناك نية حقيقية بتوريط لبنان بأزمة إضافية تضاف إلى أزماته الداخلية؟ يعني قبل توريط لبنان أو الحديث عن هذا الموضوع، هناك أزمة حقيقية في لبنان. يعني كلنا نعرف تأثيرات أزمة المحروقات على كل الحياة اليومية للناس، يعني من أكل ومشرب ونقل وعلم ومستشفيات وطبق، كل شيء له علاقة بالمحروقات. وللأسف يعني منذ فترة وحتى اليوم يعني الأمر لم يعد في يد لا الدولة اللبنانية، صار بيد المحتكرين والمهربين. والأمر لا يقتصر فقط على الداخل اللبناني، يعني على ما يبدو أن هناك حصار واضح في هذا الموضوع. يعني لا يمكن عزل العامل الخارجي عن العوامل الداخلية التي أوصلت لبنان إلى ما وصلنا إليه. في النهاية لابد من تأمين هذه المادة. منذ فترة هناك فريق يدعو إلى التوجه شرقا، في المقابل لم يفعل على الفريق الآخر أي شيء لحل هذه المشكلة، فكان لابد من توفير هذه المادة في ظل غياب البدائل. فبالتالي هناك حاجة لهذا للمحروقات، حاجة ملحة حقيقية للمحروقات. أعتقد أنه من هذا الباب دخل الأمين العام لحزب الله، لكن بطريقته لحل هذه المشكلة أعتقد أننا بلغنا مشكلة جديدة. إما أن تتفاقم الأمور، إما أن يسعى الفريق الآخر أو الطرف الآخر إلى إيجاد نوع من الحلول البديلة. يعني لذلك عندما تحدث الأمين العام وكانت كل هذه الضجة، رأينا السفيرة الأمريكية تتحرك في المقابل بالحديث بالاتصال برئيس الجمهورية ووعده بأن هناك نية لاستجرار الكهرباء من الأردن. لكن كما قرار نصر الله دونه عقوبات وعقبات، كذلك الأمر يتعلق بموضوع استجرار الكهرباء والمحروقات من الأردن إلى لبنان، لأنه كمان هناك أسئلة كثيرة حول هذا الموضوع، تماما مثل الأسئلة الكثيرة المتعلقة بالنفط. إذن نحن في محاولة لحل المشكلة. طيب هذه المحاولة سيد أمين أكبر، كنا بمشكلة داخلية، الآن صرنا فعلا بمشكلة خارجية. نعم. ونخشى أن يكون ما حصل في الأمس مقدمة لإدخال لبنان فيما يعرف اليوم بحرب السفن الممتدة من الخليج العربي إلى وبحر العرب، وصولا اليوم إلى لبنان وشرق بحر المتوسط. نعم نعم. ويعني هذه النقطة ربما التي كنت أريد أن أشير لها، أنه هناك أطراف لبنانية حذرت حزب الله من أنه إدخال السفن الإيرانية ربما يعتبر زج للبنان في مسائل إقليمية ودولية. كيف تعلق على ذلك؟ ما هو رأيك؟ هل فعلا نحن بصدد ربما أنه يكون الوضع متأزم أكثر على الصعيد الدولي مع لبنان؟ طبعا قبل أن نذهب إلى الموضوع الإقليمي، لأن بالموضوع الإقليمي كل الأمور تحمل الأخذ والرد، لكن أولى بوادر هذه المشكلة هي مشكلة داخلية يعني بالأساس، وقد انعكست سلبا. مشكلة داخلية مرتبطة حتما بما يجري في الخارج، وقد انعكست سلبا على مسار تشكيل الحكومة وتأليف الحكومة. يعني في الأمس ارتفعت السقوف لدرجة أنه بات من الصعوبة بمكان للرئيس المكلف نجيب ميقاتي يعود إلى التفاؤل الذي كان فيه في السابق. طبعا اليوم فيما يتعلق بموضوع الخارج والموضوع الإقليمي،
يعني على ما يبدو عندما يقول السيد حسن نصر الله أن السفينة التي تحمل محروقات أو مازوت من إيران هي سفينة لبنانية والمس بها هو مس بأرض لبنانية، وبالتالي كأنه بذلك يريد تغيير قواعد الاشتباك أو توسيع قواعد الاشتباك لتصل لتتجاوز الحدود اللبنانية إلى ما هو إقليمي، وهنا الربط بين ما يجري في بحر العرب وبين ما سيجري في لبنان حاليا. طبعا الولايات المتحدة في هذا الموضوع محرجة، من جهة هي تركت الساحة اللبنانية السائبة، وإذا استمرت في هذا الترك تكون قدمت لبنان بالكامل أو دفعته بالكامل إلى الأحضان الإيرانية، وبالتالي لا يمكن لها إلا أن ترد. اليوم أول محاولة للرد كانت بأنها ستقدم بديل من خلال الأردن، وهذا البديل يعني دونه يعني استثناءات ودونه صعوبات كثيرة. أولا كيف يمكن لمد الخطوط من الأردن إلى لبنان في ظل ما يجري في درعا وانقطاع الخطوط هناك؟ وبالتالي هذا البديل يعني صحيح أنه ليس آني ولا يمكن أن يتحقق، فبالتالي هل تسكت الولايات المتحدة عن مثل هذا الأمور؟ وإذا سكتت عن هذه الأمور من يضمن أن لا يكون هناك توسيع لدائرة استجلاب المزيد من ربط لبنان أكثر وأكثر بشرقا يعني وخصوصا بالجانب الإيراني؟ طبعا هناك مسألة أخرى، إسرائيل كيف تتعامل مع هذه القضية؟ نعم. هل ستحاول تفاديها قدر الإمكان لأنه ليس لها مصلحة اليوم بأن تطغى القضية اللبنانية على قضيتها الأساسية مع إيران؟ هذا سؤال. فيما يتعلق بالولايات الأمريكية، الولايات المتحدة نفسها يعني الأمر يعني يفترض أن يكون هناك عقوبات على كل الأفرقاء الإيرانيين، على الأفرقاء الذين يتعاملون مع إيران، فبالتالي يعني ستصيب بالإحراج أكثر وأكثر حلفائها في لبنان. في الأمس مثلا عندما حاول الإعلام الأمريكي الاتصال ببعض المسؤولين السياسيين اللبنانيين لسألهم عن هذا الموضوع، رئيس الحكومة رئيس الحكومة تصريف الأعمال حسان دياب تهرب، أحال الموضوع إلى وزير أساسي في الحكومة، الوزير نفسه أحال الموضوع إلى وزير خدماتي، وبالتالي لم يكن هناك جواب. فعلا يعني الأمور يعني وصلت إلى مرحلة معقدة. لكن كذلك الأمر، هل يمكن للولايات المتحدة إجراء استثناء معين مثل ما فعلت عندما كان هناك صفقة بين لبنان والعراق فيما يتعلق بالمازوت؟ لأن من يرضى بالصفقة العراقية للبنان هل يمكن أيضا أن يغض النظر على موضوع الإيراني في اتجاه لبنان؟ طبعا كلها أسئلة لا تزال دون أجوبة حتى هذه الساعة. طيب. لكن الأكيد أن الأزمة اللبنانية مرة أخرى عاد لربطها بكل ما أزمات وصراعات المنطقة. في النهاية باعتقادي لا يمكن فصل لبنان عما يجري حوله. نحن لا. فعلا بلد مخطوف، بلد مأسور بين فكي كماشة. من جهة إيران لا تريد أن تسلم البلد بالمجان قبل أن تعرف ما هو مصير المفاوضات، وفي المقابل الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها أيضا يريدون انتزاع هذه الورقة بأقل الأثمان من دون أن يقدموا شيء في المقابل. وللأسف الحارس والتجان للشعب اللبناني هي الطبقة السياسية نفسها، معها كل المحتكرين وكل هذه الطبقة المالية وغيرها، هي التي تمارس دور السجان وتحاول قدر الإمكان تحقيق أكبر نسبة من الأرباح دون الأخذ بالاعتبار كل معاناة الشعب اللبناني. فنحن فعلا في وضع لا نحسد عليه أبدا. نعم. طيب، يعني بما أنك تحدثت عن الوضع والسياسيين في لبنان وأنهم يمارسون دور يعني ربما السجان وكل هذه الأوصاف، ما الضمانات التي من الممكن أن نطمئن اللبنانيين بأن الحكومة قادرة على إدارة البلاد، الحكومة التي المزمع يعني أنها تولد قادرة على إدارة البلاد في ظل وجود أحزاب سياسية من الممكن أنه تتخذ قرار باستجلاب ناقلة نفط لجهة حزبية وانبلد عليه عقوبات؟ يعني أنت تحدثت عن اختزال الدولة اللبنانية برأي أمين عام حزب داخلي. حتما 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 يعني فلننسى السيادة، يعني
كل اليوم كل الذين يتغنون بالسيادة أو يدافعون عنها هم أيضا متورطون بعلاقات مع الخارج بهذا الاتجاه أو ذاك. البلد كله كما قلت لك بين فكي كماشة، البلد مخطوف بالكامل من الخارج والسجان لبناني. فبالتالي يعني وعندما لا يكون الأمر في يد اللبنانيين حتما تصبح الأمور بهذه الطريقة، ومن شأن هذا النظام ومن شأن هذه التركيبة أن تشجع على ذلك. يعني فبالتالي اليوم الموضوع الخارجي حاضر وبقوة ويؤثر على الداخل ومنع إيجاد حكومة. الحكومة المثالية في البلد هي حكومة التي يختارها الناس. هذه الطبقة السياسية التي أوصلت البلاد إلى ما وصلنا إليه طوال 40 سنة ليس باستطاعتها أن تحل المشكلة، ولا يزالون يحاولون حل المشكلة بالطريقة نفسها إياها. يعني من هو نجيب الميقاتي؟ في النهاية هو أحد ممثلي هذه الطبقة، وهو محكوم بالسقف الذي يرسمه نادي رؤساء الوزراء السابقين الذين ساهموا بالوصول إلى ما وصلنا إليه طبعا، ومن يعارضهم أيضا هم جزء من هذه السلطة. فبالتالي كل المسارات لا تنبئ بأن هناك شيء كبير سيتغير، لكن في الوقت الحالي أي حكومة من شأنها أن تكون من شأنها إلى حد كبير أن تخفف من حدة الانزلاق نحو الارتطام الكبير. لكن حتى هذه الحكومة الطبقة السياسية والمنظومة السياسية وهذه العصابة الحاكمة إذا صح التعبير لا تفكر فيها، لا تفكر بوجع الناس. اليوم لا يزال هناك فريق في السلطة يريد الثلث المعطل. يعني أكبر مشكلة حدثت تتكرر اليوم بأن المحاصصة الطائفية والمذهبية لا تزال أقوى من كل أوجاع الناس وأقوى من كل آمال الناس بحل ولو بسيط. فلذلك حتى هذه الحكومة اليوم حكومة تصريف الأعمال برغم كل علات حكومة نجيب الميقاتي الموعودة بكل علاتها غير مقبولة من هذه الطبقة السياسية وترفضها. فبالتالي اليوم حتى مسألة تأليف الحكومة وخصوصا بعد الذي جرى في الأمس، لأن تصريح الرئيس السابق سعد الحريري فيما يتعلق بموضوع النفط الإيراني رفع السقف وجعل الميقاتي في محل لا يمكن التنازل عنه. فبالتالي صارت مسألة تأليف حتى حكومة من هذا النوع مسألة صعبة، وفي حال لم يكن هناك حكومة في الأيام المقبلة أعتقد أننا نحن مقبلون على مرحلة على الدخول في نفق أسود فعلا لا أحد يعرف كيف يمكن الخروج منه. ما هي معطيات يعني هذه المعلومة بأنه اعتقادك بأنه نحن داخلين على نفق أسود؟ يعني البعض الجزء من اللبنانيين مع أحزابهم السياسية بيعتبروا أنه الحل قادم، هناك سفينة نفط قادمة، والبعض الآخر يتحدث عن أيضا المبادرة الأمريكية في المقابل. سفينة النفط لا يمكن أن تحل المشكلة. سفينة النفط لا يمكن أن تحل المشكلة. أولا حتى ولو أتت سفينة النفط بأي سعر ستباع؟ أين ستصفي؟ في أي مصافي؟ في أي مخادم؟ من سيتولى ذلك؟ ما هو دور الشركات الموجودة في السوق؟ هل ستقبل الشركات الموجودة في السوق أن يكون لها منافس جديد وهي محتكرة؟ وحتى ولو مرت كل هذه الأمور بثلاثة إلى أي متى يمكن لسفينة المحروقات أن تحل الأزمة؟ لا، وسأذهب أكثر من ذلك بكثير. إذا افترضنا أن هذا المزود دخل وبالسعر المعقول والمقبول، ماذا هل باستطاعته تشغيل المستشفى؟ طبعا تتحرك المستشفى، لكن ماذا عن المعدات الطبية؟ ماذا عن الأدوية؟ ماذا عن كل شيء؟ هذا وحده لا يمكن أن يسير بلد. مطلوب لتسيير البلد أشياء أخرى وكبيرة جدا. بحال لم يكن هناك حكومة، البلد لا يعيش على سفينة أو سفينتين أو 10 سفن من المحروقات والبنزين. البلد يحتاج إلى استقرار. هل من شأن ذلك أن يؤدي إلى استقرار؟ أول نتائج أن لا يكون هناك حكومة هو ارتفاع مخيف لأسعار النفط، لأسعار الدولار وأسعار الصرف، وبالتالي هذا سينعكس على كل شيء. يعني يمكن حتى لو كان لدى الناس أموال لن تجد بضائع في السوق. الحصار سيستمر، ستتفاقم الأمور أكثر وأكثر، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى نوع من الفوضى الاجتماعية الكبيرة. لذلك هناك قلق كبير في العالم الغربي وفي أوروبا تحديدا من أن تصل الأمور إلى هذا الحد. لذلك كان هناك مؤتمرات ليس محبة بالشعب اللبناني، إنما لمنع
وصول الوضع في البلاد إلى انفجار اجتماعي من شأنه أن يدفع بآلاف اللبنانيين إلى ركوب البحر باتجاه أوروبا. يعني اليوم في الأمس كان الأوروبيون بحالة هستيريا كبيرة، موضوع النزوح السوري لا يزال طعمه فقيل عليهم. اليوم هناك موضوع النزوح اللبناني المحتمل والنزوح الأفغاني بعد الذي حصل في كابول. فإذا نحن أمام يعني سيناريوهات كلها سيناريوهات لا تطمن إذا لم يكن هناك حكومة الحد الأدنى. طبعا ليست هي الحكومة المثالية، لكن المطلوب فعلا أن يكون هناك حد أدنى من شأنه أن يوقف هذا الانهيار السريع والمريع الذي بلغ كل شيء في البلد، حتى النفس حتى الهواء يكاد يباع في لبنان اليوم. يعني شكرا لك ضيفي الكاتب الصحفي أمين قموريه على كل هذه المعلومات، شكرا جزيلا لك.